حقك عليا يا فيونكتي. ايوه شفتها اول ما دخلت وشفتني وانا صغننه وحتى توك اورنج. اورنج ايه انت كمان؟ ومين بقى البلونديه اللي في النص دي؟ انا طبعا انا كنت بلونديه وانا صغيره بس استويت يا اختي استويت. اللهم لا اسالك رد القضاء ولكني اسالك لطف فضلك. معلش هو شارلوك هولمز. منورين يا جماعة. هو حضرتك ليه محسسنا ان حضرتك مستضيفنا في البيت؟ حضرتك خطفنا يا فندم، ده اسمه خطف. خطف ايه بس؟ ده انا مستضيفكم عندي يومين، مش بعيد بكره نبقى اصحاب وتعزمونا عندكم في البيت. ليه يا رب كده؟ يعني انا يوم لما اتخطف اتخطف مع دول، واللي يخطفني واحد زي ده يا ربي همه على بطني. انت بتقولي حاجه؟ لا 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 خالص، ده انا بقول لحضرتك تيجي تنورنا في اي وقت. عندي كاميليا صاحبتي بتعمل سفره، انما ايه هتعجبك جدا، وممكن كمان اديك نسخه من مفتاح الشقه تيجي تنورنا في اي وقت البيت بيتك. برضو بتتفرجي على برامج تانية؟ لا يا انجي لا، الا مفتاح الشقه ده ممكن يسرقها. سرقت ايه اللي بتتكلمي عنها يا مدام؟ حد الله بيني وبين سرقه الشقه. اه ما شاء الله عليك، تسرق بني ادمين بس. ما اسمح لكيش تقولي السرقة، أنا مستضيفكم عندي يومين وبس. ونعمة ضيافة والله، عقبال لما أشوفهم مستضيفينك في برنامج خلف الأسوار. اخص عليكي يا أنوش، تصدقي هقطع معاكي لأن حقيقي النفسية بتبان في الحاجات اللي شبه كده، يعني أنت عايزة يطلع في برنامج غير البرنامج بتاعي. وده وقته ده وقته. عارفة يا مدام؟ الكلام ده ياما سمعته من الناس اللي خطفتهم قبل كده، ياما دعوا عليا. بس أول ما بيوصلوا بيوتهم بالسلامة يرجعوا يتصلوا بيا ويقولوا لي ازيك يا سمرلوتي؟ عامل ايه يا سمرلوتي؟ وحشتنا يا سمرلوتي. أبوس إيدك يا أستاذ سمرلوتي، إحنا عايزين نخرج من هنا، يعني بغض النظر عن ذكرياتك الجميلة مع الناس اللي أنت خطفتهم، إحنا عايزين نروح. أنت بتقولي لي يا أستاذ؟ ليه بتعملي في روبن؟ ما خلينا عادي سمرلوتي عادي. عارف يا سمرلوتي أنا بجد فرحانة قوي إن أنت اللي خطفتني، أنت حقيقي راجل جنتي، يعني عارف اللي هو اللي بيقولوا عليه داون تو إيرث، يعني وشه في التراب، حد كده متواضع وجميل. أنوش الخطف طلع حاجة لذيذة قوي. أمال أنت فاهمة إيه؟ منه لله الإعلام الفاسد. هو اللي كره الناس فينا. أيوه بالظبط يا فندم كده، هو الإعلام الفاسد اللي بوظ صورة ناس محترمين زي حضرتك. تحبي اقول له ان انت اعلاميه فاسده وعندك برنامج بيشوه صورته؟ ها عشان اخلص منك. ما انا ممكن اقول انك صحفيه والحال من بعضه. صدق انك واطيه. انا واطيه على فكره، ممكن اطول لساني عليكي واهزقك ان بابليك. لا بليز بلاش ان بابليك، خلينا في كلوز. ها عيني. حاضر. تعرفي يا مدام دعاء، الخطف ده ياما عرفني على ناس حلوه زيكم. متشكرين جدا الله يكرمك، بس هي فين مدام دعاء؟ هو مش انت مدام دعاء؟ يبقى انت مدام دعاء. مش انا يا ريس. يبقى انت بقى مدام دعاء. ولا انا يا معلم. هو مش انت مدام دعاء ومدام ولاء ومدام وفاء؟ لا احنا مدام هباء ومدام منلاء ومدام انجاء. اه ده قصده على دعاء وولاء ووفاء، جيراننا اللي في العماره اللي ورانا. وبعدين يا اخويا انت كنت عايز تخطفهم دول ليه؟ ها ده كل شراهم من عندنا شوكوك. قطعوا يا ملت بختك يا منال، يعني يوم ما تتخطف تتخطف شكوك. الله يخرب بيتك يا جابر، راح تخطف لي ناس غلط. يا نهار اسود، شكلها كده حصل خطأ في الاختطاف يا ريس. غلط في الاختطاف؟ طيب حس كده يا فندم، احنا هنستأذن بقى علشان خلاص حصل خطأ في الاختطاف وكده، احنا هنستأذن علشان يعني هنمشي بقى ما نعطلكوش. ولو حضرتك انا هضيفك على الفيسبوك ها وعلى تليفونات بقى سمالوتي، وهعمل لك عزومه هتعجبك جدا. يلا يا بنات يلا رقصه البطريق بقى يلا. اترزعوا لما نشوف هنعمل ايه في المصيبه اللي احنا فيها دي. منك لله يا جابر، بوظت شرف المكان. استني يعني ما تسرعنيش يا ابني كده خلاص. كارثه يا استاذ سمير، مصيبه يا استاذ علي. ايوه يا فندم يا فندم، ارجوك حاول تتصرف، دي مراتي الوحيده، قصدي يعني ماليش غيرها. انت مش كنت موجود وقت الخطف؟ لا لا انت كنت واقف.
ايوه انا كنت واقف بس انا خفت اللي يخطفوني معاهم يعني ما عرفتش اعمل حاجه. طلع راجل فانيلا. بسم الله ما شاء الله. طب استنى كلام الجد يتقال. هنعمل ايه دلوقتي؟ انا كلمت ضابط صاحبي وقال لي يعني لو طلبوا فديه ادفع وخلاص. لا انا هطلقها. فديه؟ فديه؟ انت متاكد اللي كلمته ده ضابط؟ اهو. اه والله باين انه ضابط صحيح. ايه ده؟ انتوا ازاي تدخلوا المكتب من غير استئذان؟ وايه اللي بيحصل بره؟ مفيش وقت لاي حاجه يا فندم، انجي اتخطفت. ايه؟ انجي اتخطفت؟ ازاي؟ احنا لازم ننقذ انجي، ايه رايك يا فندم لو نشرنا خبر خطفها؟ طبعا انا هنزل خبر خطفها في الصفحه الاولى. بجد يا فندم؟ طبعا طبعا يا كاميليا، انجي دي زي بنتي. ولعلمك بقى لو المجرمين اللي خطفوها دول طلبوا فديه انا هدفع. حتى لو كان من مليون لعشرة مليون، المهم انها ترجع لنا تاني وتبقى في وسطنا. هو حضرتك عندك كل الفلوس دي؟ كاميليا يا بنتي انا قلت من اكبر العائلات في البلد هناك، الارض اللي عندهم تسد عين الشمس. ولا انت فاهمه يعني ان انا معتمد على الملاليم اللي باخدها من هنا؟ الله يا فندم، يعني كده اقدر اطمن لو انا اتخطفت ان انت هتدفع لي كل الفديه بتاعتي؟ طبعا يا كاميليا، طبعا يا حبيبتي. حط في بطنك بطيخه صيفي وتخطفي انت بس. طب والنبي يا فندم طلب اخير يا رب يخليك. نعم. لو اتخطفت نزل لي الصوره اللي انا عامله فيها كده اهو. حاضر، اتفضلي يلا روح شوف شغلك يلا. الله يا رب اتخطف يا رب اتخطف. الله تتخطف؟ مين مجنون اللي اختطفها؟ استاذ جميل اظني بقى انا كمان اتخطف وانا مطمن. طبعا يا سامح حبيبي، يا سلام اتخطف يا حبيبي. عارف اللي هيخطفوك هدفع لهم فلوس عشان ما ترجعش تاني. ليه يا استاذ جميل؟ ليه؟ اخرس بقى. بقول لك ايه؟ نعم. انا عايزك انت تعمل لي خبر الخطف بتاعها ده. بجد يا استاذ جميل؟ ياه، اخيرا هتخليني اعمل حاجه غير اخبار الفن. ايوه بس المهم عايزك تعمل لي عنوان حلو. يعني مثلا صاحبه الجلاله تدخل دائرة الانفلات الأمني. فعلا انجي صاحبة الجلالة. انجي صاحبة الجلالة؟ بلاش بلاش. بص بلاغ إلى الداخلية، خطف صحفية من أمام منزلها. آه حلو ده يا فندم، بس أنا عندي فكرة تانية. إيه هي؟ خطف صحفية من أمام الجريدة أثناء التحقيق في قضية فساد كبرى. آه ده فعلا حلو أحلى. بس سامح إنجي ما كانتش شغالة على قضية فساد ولا حاجة يعني. ما هو ده إحنا بس اللي نعرفه، الناس ما تعرفوش. آه تمام، والعنوان ده يزود المبيعات وبكده نبقى أنقذنا زميلتنا وضربنا عصفورين بحجر واحد. بس تفتكر يا سامح إيه هي قضية الفساد اللي كانت شغالة عليها إنجي؟ احنا ما نقولش، احنا نقول تورط رجل اعمال كبير في قضيه الفساد دي، ونسيب الشعب يخمن. حكم الشعب المصري بتاعنا بيحب الحاجات دي قوي، وبالمره نعمل مسابقه جيل 900. يا ابن اللعيبه سامح، ده انت طلعت اقذر مني. يا سلام يا فندم، المدح ده انا سعيد جدا اني بسمع المدح ده. طب استاذن حضرتك بقى عشان اروح اكتب الخبر. مع السلامة يا قذر. قذر التاني؟ يا لهوي يلا يا لهوي يلا، أنا مش مصدق. أشكرك على المدح الجميل ده. أشكرك يا فندم، أشكرك يا فندم. يا سلام